لقاء ولقاءات. لقاء ولقاءات مع أهل الثقافة والإبداع. لقاء ولقاءات. إعداد وتقديم فيصل الجسمي. مساء الخير، مساء المحبة، مساء الأنوار، أهلا وسهلا، تحياتي لكل من استمع إلينا أينما كان، في البيت، في السيارة، في العمل، على شبكة الانترنت، على إذاعة تونس الثقافية بالاشتراك مع إذاعة صفاقس. عدد جديد من لقاء ولقاءات وحوارات مع أهل الثقافة والإبداع والفكر. هذا المساء نلتقي مع الكاتبة المبدعة الأستاذة حياة الرئيس بمناسبة صدور الطبعة الثانية لرواية بغداد وقد انتصف الليل فيها. سنتحدث عن مسيرتها الإبداعية التي انطلقت منذ مطلع الثمانينات من القرن الماضي ومسيرتها الإعلامية الجيدة. الفريق العامل معنا هذا المساء سلوى الحشيش على أجهزة تقنيه البث الرقمي، أمام المصدح فيصل الجسمي. أنا عم بحلم ليل مهار.
لقاء ولقاءات. مرحبا بالجميع. كما ذكرت في لقاء ولقاءات ضيفتنا هذا المساء الأستاذة الكاتبة حياة الرئيس بعد ليت هندن، سيدة الأسرار أنا وفرانسوا وجسدي المبعثر على العتبة، أنثى الريح، فاطمة، وعديد الكتابات الأخرى المتنوعة لحياة الرئيس. تأتي رواية بغداد وقد انتصف الليل فيها، وهذه الأيام صدرت الطبعة الثانية لهذا العمل الروائي المبدع. نرحب بالأستاذة حياة الرئيس. مرحبا، مساء الخير أستاذة. أهلا وسهلا، مساء النور أستاذ فيصل الجاسمي، سعيدة بوجودي معكم، شكرا على الدعوة، تحية لكل مستمعي الإذاعة الثقافية وإذاعة صفاقس، وشكرا لك ولكل الفريق العامل معك. أريد أن أصحح. تفضل تفضل أستاذة. أولا قبل أن ننتقل إلى الطبعات أريد أن أصحح أو أضيف إنتاجاتي السابقة. أنا بدأت بليت هندن وهي مجموعة قصصية، ثم 95 جسد المرأة من سلطة الإنس إلى سلطة الجن، وهو كتاب يبحث في النساء المسكونات بالجن كحالات تثلاثية، وهذا صدر في مصر. ثم مسرحية سيدة الأسرار عشتار، نعم، التي أشرت إليها، وقد وصلت الآن إلى طبعتها السابعة ما بين تونس والقاهرة واسكندرية وبغداد، وقد حازت على جائزة أحسن نص مسرحي لكاتبات المتوسط من مكتبة اسكندرية، ونالت جائزة، والجائزة كانت طبعة جديدة بترجمة أنجليزية مزدوجة، طبعة مزدوجة عربية أنجليزية بترجمة جديدة. ثم أنا مجموعة قصصية أخرى، أنا وفرانسوا وجسدي المبعثر على العتبة، صدرت في بيروت عن دار كتابنا. ثم مجموعة قصصية أخرى، طقوس سرية وجحيم. قبل ذلك 2012 ديوان شعر أنثى الريح، ثم سلسلة حكايات فاطمة عن سلسلة الطير الحاكي. أدرجت هذه القصة أدرجت في برنامج المطالعة للتلاميذ الابتدائي. أخيرا 2018 صدرت الرواية التي كما تعلم انتشرت انتشارا كبيرا، وفي ظرف سنتين صدرت 2018 عن دار ميارة بتونس، في ظرف سنتين هي في طبعتها الرابعة الآن ليست الثانية، صحيح ما قلته هي الثانية في تونس، ولكن صدرت معها أو قبلها بقليل كل حال في 2021 طبعة أخرى في مصر في القاهرة عن الهيئة العامة للكتاب، الهيئة المصرية العامة للكتاب. نعم، وهذا له قيمته ودلالته الرمزية الكبيرة، أن ينشر الإنسان في الهيئة المصرية العامة الكتاب فذلك حظ كبير الحمد لله. وهي معروفة تنشر لكبار الكتاب في مصر وفي العالم العربي. نعم نعم، وتحية لهذه الهيئة لأنها تنشر أعمال عربية، هي الهيئة المصرية تنشر أعمال عربية، ذلك معناها حسب سياسة البلد هي معناها اعتبار أن الثقافة العربية واحدة، وأن ولتبقى مصر دائما حاضرة الثقافة العربية، وهذا واقع ملموس أيضا بطباعة كتبنا واستقبالنا ودعواتنا دائما في الملتقيات الأدبية، ملتقى الرواية، في المعارف، إلى غير ذلك. وكذلك الأستاذة حياة الرئيس محظوظة جدا مع المشرق العربي، اهتمام كبير بأعمالك بتجربك، معناتها تنشرين في بيروت في القاهرة في عديد دول بغداد. بعد طبعة القاهرة وما تعنيه هذه الطبعة تعني الكثير. على فكرة هذه طبعة مهمة، ليس كونها في عن الهيئة فقط، ولكن لأنها طبعة شعبية، الهيئة تطبع طبعات شعبية بأرقام كبيرة جدا. نعم، معناها انتشار تحقيق. نعم، معناها أرقام يعني خيالية، والهيئة تحضر في كل المعارف، في كل المعارف بكتبها وبإنتاجاتها، يعني طبعا هي هيئة حكومية يعني تابعة للمجلس الأعلى
ثقافة، ولذلك هي معناها موجودة بكل المعارض وتصدر يعني وتبعث معناها إنتاجاتها إلى كل العالم بإمكانيات الدولة بطبيعة الحال. ولكن الأجمل في هذا أنها طبعات شعبية، معناها ممكن تصير في دين كل الناس يعني على كل مختلف مستوياتهم. هذا من ناحية. بعدها صدرت طبعة بغداد، طبعة بغداد عن دار الورشة، وهذه لها مكانة خاصة أيضا في نفس كون الرواية هي تتحدث عن بغداد وقد رجعت إلى موطنها الأصلي، بحيث الكل في الكل يصيروا أربع طبعات في ظرف عامين تقريبا. فهذا الحمد لله يعتبر نجاح للرواية وانتشار لها. و أيضا سعيدة أنا بطبعة تونس التي ثانية في تونس، الرابعة عربيا، التي صدرت عن دار الكتاب. خاصة أنه الكتاب في تونس يعيش أزمة، أزمة قارة، أزمة توزيع. هذه الأزمة ورغم ذلك هناك طبعة ثانية، وهذا مهم جدا. وهناك ديار تشتغل وتشتغل بنوع من الجدية، وأنا أحيي بالمناسبة دار الكتاب بتونس. نعم. وأحيي الأستاذ حبيب الزغبي مدير الدار بالمناسبة، وأريد أن أقول كلمة أيضا في حقه، أن هذا الرجل يتعامل برقي كبير وبجدية وبمسؤولية، وتعامله مع الكتاب كله احترام ورقي في منتهى الرقي، ومع ضمان احترام الكاتب واحترام حقوقه وضمان حقوقه، يعني في كنف الالتزام والجدية. وهذا قليل في الدور التونسية أو العربية. هو يتعامل على طريقة أخرى، طريقة أوروبية تحترم الكتاب احتراما كبيرا، لذلك نوجه إليه تحية تقدير واحترام. هذه طبعة تونس وأنا سعيدة بها أيضا، لأنها صدرت في طبعة أنيقة بغلاف أنيق، وهذا معناها يعود إلى مصمم الدار، أوجه له تحية أيضا ولكل الفريق العامل بالدار، يعني لأنه فريق دؤوب ويعمل يعني بحرفية كبيرة. يعني أنت قلت أنه محظوظة، أعتقد أنه فيها من الحظ وفيها من العمل كذلك، أكيد من العمل أيضا. لا. يعني وهذا أكيد أنا ربما محظوظة لأني درست في الشرق، يعني بدأت صحيح بدأت كإعلامية أكتب في الصحافة الشرقية من بغداد إلى الكويت. أنا اشتغلت فترة أيضا في صحافة الكويت في جريدة القابس. نعم. سنة 81-82 أنا دوك مثلا، وهي من أهم الصحف الخليجية جريدة القابس، من أهم الصحف الكويتية الخليجية العربية أيضا. فعلا. أنا عندما تخرجت من بغداد سنة 1981 ما حبيتش ندخل ندرس ولا ما حبيتش نرجع مباشرة إلى تونس. قد أغرتني الحقيقة حينها التجربة الإعلامية في الكويت، لأنها معناها كانت تجربة حدث، وقد انتقلت إليها الصحافة اللبنانية بفعل ما يحدث في لبنان، وانتقلت إليها التجربة المصرية وحتى الفلسطينية أيضا، بحيث شهدت بداية الثمانينات طفرة إعلامية كبيرة جدا في الكويت. أغرتني هذه التجربة ورحت معناها مباشرة إلى الكويت، واشتغلت في الصحافة الكويتية في جريدة القبس ومجلة اليقظة، وكذلك كنت أتعاون مع مجلة الرأي العام. هذه بدايتي. وأنا حتى قبل ذلك، قبل التخرج يعني من سنة أولى ولا ثانية، يعني أنا كنت مراسلة إذاعة عمان من بغداد. نعم. مراسلة إذاعية يعني، وأنا طالبة بدأت أشتغل بالصحافة. هذا لولعي المبكر معناها بالكتابة والصحافة والإعلام. فأنا يعني منذ كنت طالبة يعني وأنا بالإعلام وبالمجال الأدبي إلى غير ذلك، بحيث يعني بديت تجربتي من غادي. وهذا زاد في انتشار اسم حياة الرئيس الإعلامية الكاتبة الصحفية. نعم. وهذا مهم جدا. نعم هذه يعني بإيجاز كبير البدايات.
وبقيت حتى الوقت اللي رجعت لتونس بقيت أتعامل مع هذه الصحف والإذاعات ثم تطورت التجربة تصبح على المستوى الإنتاج التلفزي حوار الحضارات. نعم، وقت جيت تونس، وقت جيت لتونس أيضا 82 83 كانت بداياتي قوية جدا. أيضا أنا بدأت بمجلة الإذاعة والتلفزة. ثم قبل ذلك كلفني الله يرحمه الأستاذ صلاح الدين عامري بإدارة الصفحات الثقافية الوسطى، سلمني الصفحات الثقافية بمجلة الأنوار. بداية تأسيسها، نعم بداية تأسيسها، حتى إدارة ما فيهاش، قال لي تحب تستلمي الإدارة؟ لا، في الإدارة لا، أنا معناها لا أفهم كثيرا في هذه الأمور، أنا أفضل أن أبقى في مجالي، مجال الكتابة. نعم، فاستلمت الصفحات الثقافية، ثم بدأت أتعامل مع مجلة الإذاعة، ومنها اقترحوا علي برامج إذاعية. ثم تطورت التجربة أن تصبح برنامج تلفزي اقترحه علي الأستاذ توفيق بسباس، هو والفكرة من عندي الحقيقة. هو اقترح علي زوز برامج، قلت له زوز برامج برشا، معناها يمكن ما نتمكنش منهم الاثنين، معناها نظرا للوقت، وحبيت نحط طاقتي معناها في برنامج واحد. نعم، هو حوار الحضارات، والعنوان مستمد من كتاب روجي جارودي حوار الحضارات، وأنا معناها أحب هذا المجال ومولعة به، ويعني مبدئيا أنا مع الحوار، مع حوار الثقافات، ورحت أتتبع وأقتفي أثار الحضارة العربية الإسلامية، وين ما خلفت معالم وأثار. بديت بعملت الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، ثم في صقلية ومالطا، ثم انتقلت إلى أين وصلت الحضارة العربية الإسلامية، في الهند، في الصين، في روسيا، في سمرقند وفي تشقند، واستمر البرنامج هكذا ببناء جسر حضاري بين ثقافتين فأكثر. ثم صرنا يعني بعد الحوار الثقافي نختار مواضيع أو محاور ثقافية، فاخترنا مثلا ملحمة الجازية الهلالية وبني هلال إلى غير ذلك برؤية أخرى جديدة. وبسبب هذه الحلقة وهذا البرنامج توقف البرنامج، بل منع من البث في التلفزة الوطنية. ذلك أن بورقيبة الله يرحمه، والذي أكن له كل تقدير واحترام رغم كل شيء، سمع هكا تلطيش أو ربما يصله البرنامج قبل البث، هذا أكيد، أنه في برنامج باش يتحدث على السيرة الهلالية وعلى الجازية وعلى أبو زيد، فقال شكون هذا اللي باش يثير النعرات العشائرية، وأنا قضيت على العشائر، وشكون باش يرجعهم لي، وشكون هو. طبعا يعني في تلك السن في 85-86، نعم، يعني هو في سن حرجة، وإنما بقي خوفه هكذا من النزعة العشائرية، فأمر بإيقافه، نعم، بمنعه، رغم أنه يعني يمكن ما طلعش أو ما فهمش فلسفة البرنامج، لأنه أنا وقت اللي قعدت طرح الجائزة برؤية أخرى، معناها أنه هذول الهلاليين اللي علمونا من الصغرى أنهم قبائل نزحت من الصعيد ومخربة وعاثت في البلاد فسادا إلى غير ذلك، أردت أن أبين أن لهم تركوا ثقافة وتركوا ملاحم وتركوا أدبيات وتركوا شعرا.
يعني أردت أن أبين الوجه الآخر للهلالي. نعم. هذا المغزى، هذه الفلسفة لم تصله ربما. نعم. في البرنامج، لذلك أمر بإيقافه. رغم ذلك أستاذة حياة، أذكر في تلك السنوات الثمانينات جاء إلى تونس الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي. نعم. التقينا به في جامع. ودار المهرجانات بشكل كبير في الحمامات وفي قرطاج، وقد أثار في العروض الصيفية اللي قام قدمها حول السيرة الهلالية معناتها، وتحدث عنها في مشروع ثقافي قدمه على مسارح تونس. نعم، وحتى مهرجان جابس للرواية. نعم. يعني أثار هذا الموضوع. نعم. واستدعى الأبنودي والتقينا به هنالك، واستدعى مختصين في السيرة، في السيرة الهلالية، ذكر الدكتورة نبيلة إبراهيم. نعم. وعبد الرحمن الأبنودي الله يرحمه كان موجود معنا، فجاءوا معناها كبار المهتمين بالسيرة، وكانت ندوة سيرية هلالية رائعة جدا. ولكن معناها جات في برنامجي أنا، لا أعرف كيف يعني. المهم أنه منع، وبعد سنوات يعني في عهد بن عليف وجئت أنه البرنامج تواصل، يعني أخذوا الحلقات وعاودوا بثوها بما فيها الحلقة التي منعت، بثوها في قناة 21 وقتها. وفعل هي من البرامج المميزة جدا، لأنه أعرفك جيدا في الإعداد والإنتاج مع تلي هذه النوعية. نعم. وكنت في منافسة مع المنتج الكبير فرش وشين، وهذا أمر يحسدك عليه الكثير. أنا حتى أنافس من أنا حتى أنافس فرش وشين، واستطعتي ذلك. استطعتي ذلك. نعم. وكانت الصحافة، كانت الصحافة تضعنا في نفس المستوى، وتقول أنه أتذكر يعني مقالة للأستاذ صالح الحاج قال للمنتقدين هكذا لبرامج الإذاعة والكل، قال أنتم تقدروا كان على البرامج الصغيرة، أما خلي واحد منكم ينقد لي ولا يقرب على برنامج حوار الحضارات ولا كتاب مفتوح. يعني نعم. كانت الصحافة، كان احتفاء كبير به الحقيقة البرنامج من طرف المثقفين والصحافة والإعلام إلى غير ذلك، وقد أعطته حقه. وكانت تجربة مهمة في حياتي أيضا هذه المحطة التلفزية. قدمت بعد برشا برامج أخرى مع قسم الملفات والأخبار إلى غير ذلك، ولكن هذه أهم محطة في حياتي التلفزيون التونسي. أقترح عليك قبل وصلت الحوار معك أستاذة حياة الرئيس مقطع شعري. أيوة. قبل أن نستمع إلى سيدة عليا وهي تغني قصيد الساحرة، ماذا تختارين لنا مثلا من ديوان أنثى الريح؟ يعني هذا الديوان أبدأه باستهلال. نعم. ما أصعب أن نحول خسارات حياتنا إلى قصائد، وأن نقايض بنجاحاتها خراب أرواحنا. ليت ما بيني وبينك عامر، وما بيني وبين القصائد خراب، مع الاعتذار لأبي فراس الحمداني. الآن سأقرأ لكم قصيدة أحبها قريبة من قلبي أيضا، بعنوان قصيد بوح معلق. تردد كما شئت لكن تمهل قليلا، تردد كما شئت لكن تمهل قليلا، على شفتي أغنية لم تكتمل بعد، وبالروح قصيد بوح معلق. تمهل حتى أعد لك القهوة ونترشفها قطرة قطرة بنكهة ماء الزهر والسكر. هكذا هكذا الحب رشفة ورجفة ونكهة وقطرة قطرة، لكن على مهل. تمهل قليلا وابسط كفيك، هنا نخلة تتفرع في القلب وتسمق، تأبى أن يساقط رطبها لغيرك. تمهل قليلا، لا تسرع ولا تهرب ولا تتنكر لنبضك، قد تقع في الطرف الآخر من نبضي. تمهل قليلا، أنا الراحلة فيك وإليك وبك ومعك وبقربك دائما، نجمة على بساط غيمة زاخرة، أعد لك السماء السجاجيد، أطوي بك الشوق ولا أترك للمسافات عذرا. تمهل قليلا حتى
حتى نتوارى تماما ونختفي في رحم غيمة، ثم في ذروة توقي يشتعل بنا الكون ويشرق بنا الفجر. تمهل قليلا قلبي يتلاطم بأمواج لا تشتهي غير التكسر على صدرك. تمهل قليلا حتى أقاسمة وزر البوح ورشفة الشوق. نسمة صيف نحن حبة ياسمين قلبي تتلألأ على كفك تفوح من عبق وجدك، ففيما التردد؟ لأنك لم تعرف الحب قبلي، لأن النساء على كل لون وشكل، لأنك لم تعرف الحب قبلي، لأن النساء على كل لون وشكل، لأن البساتين لا تنبت الورد في كل فصل، وأن الطبيعة لا تمنح الخصل في كل حقل، لأن البساتين لا تنبت الورد في كل فصل، وأن الطبيعة لا تمنح الخصب في كل حقل، لأني أحب I'm gonna be
حضوره عن العشق والعاشقين. بقول كلاما بلا ذاكرة، بقول كلاما بلا ذاكرة. لقاء ولقاءات. يتواصل لقاؤنا مع الأستاذ الكاتبة حياة الرئيس عن مسيرتها الإبداعية. كذلك أعود إلى بغداد وقد انتصف الليل فيها. هذه الرواية تأتي في أدب، في إطار أدب السيرة الذاتية أستاذة حياة. نعم تماما. إطار الرواية وأدب السيرة في نفس الوقت. نعم. لو تعطي فكرة عن هذا العمل لمن لم يقرأ ولم يطلع إلى حد الآن على هذا العمل الروائي لحياة الرئيس. رواية بغداد وقد انتصف الليل فيها هي رواية سيرية تحكي عن تجربتي، يعني في بداية حياتي عندما ذهبت في مغامرة لدراسة في بغداد. نعم. في أواخر السبعينات، عام 77 بالضبط، وانتهت عام 81. في تلك الحقبة كانت تجربة الحقيقة فريدة نادرة، ممكن بالنسبة لفتاة تونسية تخرج في مقتبل العمر وتذهب للدراسة في بغداد. نعم. العادة أنه الشباب يعني يتوجهوا للدراسة في أوروبا، في فرنسا، في باريس، في أمريكا، إلى غير ذلك. أنا عملت وجهة أخرى، توجهت إلى بغداد، وكانت تجربة الحقيقة صعبة، ممتعة، قاسية، جميلة، فيها كل أنواع، لأنه يعني أنا انتقلت من مجتمع تونسي يتميز بتجربة ديمقراطية ولو بين ظفرين، يعني مجتمع مدني. نعم مش انتقلت مدني. من مجتمع مدني إلى مجتمع نظام عسكري. نعم يعني والمنطقة ساخنة آنذاك مع إيران، منطقة ساخنة جدا. وكانت آخر سنة حكم البكر، وصار مباشرة الانقلاب عليه وتغير الحكم، ومسك صدام حسين بعد انقلاب يدعيه أو حقيقي، لست أدري الحقيقة، ما نعرفش. ولكن انقلب نظام الحكم ومسك صدام حسين البلاد وصار يحكم بالحديد والنار كما نقول، يعني ونحن متفاجئين معناها بهذه القسوة، ولم نكن نعرف، معناها أنا شخصيا لا أعرف، لم أعش في أنظمة ديكتاتورية أبدا ولا عسكرية، فكان معناها الوضع دقيق جدا، ويجب أن نتجنب كثير من الأشياء في السياسة، وأن نهتم بدراستنا فقط، وكان كل أملنا وحلمنا أن ننجو من هذا الغول. وتقريبا يعني كنت الطالبة الوحيدة التونسية. أنا أول تونسية تتخرج من قسم الفلسفة ببغداد. أول تونسية تتخرج من قسم الفلسفة ببغداد، ثم طالبات أخرين الحقيقة في أقسام أخرى، وقلة هما قلة، أما الشباب كانوا بكثرة بالآلاف، يعني هما اللي لفظتهم المدارس والمعاهد التونسية، خاصة يعني في تلك الفترة كانت هناك موسم الهجرة إلى المشرق العربي بشكل كبير، وكانت سياسة صدام حسين هي استقطاب المثقفين، يعني كان القذافي يستقطب العمال وصدام حسين يستقطب المثقفين. نعم. لكن أنا رحت في بعثة حكومية رسمية، يعني لم يستقطبني صدام حسين، ومانيش معناها مطرودة من المعاهد أو فشلت دراسيا، يعني بعثتني الحكومة معناها. نعم. في بعثة، أول بعثة من نوعها طلابية تمشي للعراق لمواصلة الدراسة، لأنه قبل 77 كانت الحدود مقطوعة بين تونس والعراق بسبب حزب البعث بطبيعة الحال، وقت اللي جاء المزالي لا يرحمه معناها واتجاهه عروبي وهذا والكل. نعم. رجع العلاقات وحب يعززها بوفد طلابي. جميل. يمشي يدرس في العراق، فرحت أنا وثلاثة شباب، كان منهم محمد كريشان نفكر ومعانا كان، اللي هو ما قعدش، رجع معناها مباشرة لقساوة الوضع هناك،
أي قساوة الوضع لم يتحمل. بقيت أنا تحملت الحقيقة الكثير، لأنه أنا يعني كنت عارفة أني أنا رايحة في مغامرة معناها وفي تحدي وفي وكان ذلك يعود لطبعي، ربما أنا كما يقولون عني صبورة 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 جدا. ولكن من ناحية أخرى كان جونا كثير حلو، يعني في الأقسام الداخلية، المبيت اللي يسميه الأقسام الداخلية، يعني عشت تجربة ممتازة ممتعة جدا، أنه كنا في المبيت مختلطين معناها بكل الجنسيات، يعني هنالك أنا تعرفت على المصريات، على الفلسطينيات، على اللبنانيات، على السوريات. غرفتنا كبيرة، هي كبيرة برشا، كنا نسكن فيها أربعة، واحدة سورية، واحدة فلسطينية، واحدة لبنانية، وأنا تونسية. وكانت يعني بقية الغرف هكذا، يعني كان كل بقية الغرف هكذا تجمع هذا، تحتوي على هذا التنوع. ولك أن تتصور اختلاط اللهجات والثقافات والعادات والتقاليد، من الطبخ إلى هناك تنوع ثقافي بيتمعني كلمة. تنوع ثقافي كبير إلى طريقة العيش، إلى سلوكنا، إلى عاداتنا، إلى تقاليدنا. يعني كان فسيفساء جميلة جدا، وكنا عشناها بأريحية كبيرة الحقيقة، رغم اختلاف اللهجات إلى غير ذلك. وكذلك الكلية، كلية الآداب. أنا دخلت كلية الآداب في بغداد، نلقاها يعني كأني في قلب العالم، ولا نلقاها معناها تجمع ثقافي حضاري كبير جدا من كل البلدان، من كل بلدان العالم التي لا نعرفها كثيرا. مثلا نلقى الأسيويين، نلقى الصينيين، نلقى اليابانيين، نلقى الهنود، نلقى الكوريين، أوروبا الشرقية كلها أيضا، يعني كل الثقافات والحضارات اللي احنا ما عندناش معاهم علاقات كبيرة، خاطر احنا علاقتنا اكثر شيء اوروبا وامريكا محدودة. غادي نلقى كلك الجنسيات اللي ما نعرفوهمش بالكل، بخلاف الى جانب انه بغداد في حد ذاتها، العراق في حد ذاته هو معناها خليط اخر من الاكراد، من الارمن، من العرب، من يعني فسيفساء أخرى، من المذاهب، من الفرق المتعددة جدا. ذكرت كل هذا في الرواية. نعم. فكانت الكلية فعلا أنك يعني كانك في قلب العالم، حتى الأمريكان تعرفهم غادي، وأمريكا حتى من أمريكا اللاتينية، من البرازيل إلى غير ذلك، من كندا. فيعني وجدت نفسي في لقاء حضاري ثقافي ما كنتش نحلم به الحقيقة، لأنه معناها يعني هذه تجربة توازي دراستي في قسم الفلسفة وأكثر، يعني هذه التجربة الحياتية وهذه التجربة الحقيقية اللي أنا كنت نبحث عليها، لأنه الشهادة ودراسة أي فرع من فروع الأدب أو العلم إلى غير ذلك، الشهادة ممكن تأخذها من أي جامعة أنت، حتى في تونس تاخذ شهادات في الباك ومشيت، يعني حتى عن بعد، ما انت هناك جامعات عن بعد تاخذها من كل بقعه. ولكن التجربه الحياتيه هي اللي معناها توفرت لي وكنت محظوظه بها فعلا، وهي اللي انا اسست بها روايتي. لأن الرواية هي تحكي على هذا، تحكي على التجربة الحياتية، وهذا هو سر نجاح هذا العمل الروائي. بغداد، أنا نحكي أني أنا مشيت لبغداد، سافرت ومشيت لبغداد وجبت شهادة وجيت، لا، أنا خرجت بغداد فعلا، خرجت بغداد كلها. يعني لا يمكن أن تتحدث أنت عن العراق من غير إخراج ذلك المخزون الكبير الثقافي الذي يعود إلى حضارة بابل وأشور والكلدانيين، وحتى وصولا الى حمورابي الى غير ذلك. معناها مش ممكن انت تتحدث على العراق وتقول دخلت منها وخرجت في شهادة وخرجت، لا يستحيل ذلك. لا، ولا تصبح روايه معناها تافهه. شخصيا اتمنى ان ارى هذا العمل الروائي بغداد وقت منتصف الليل فيها في عمل سينمائي او تلفزيوني. يا ريت، اتمنى والله، معناها اتمنى لو يطلع
المخرجون معناها على الأعمال الروائية التونسية، وهذا موضوع آخر، وأنت تثير موضوع في غاية الأهمية، هي القطيعة ما بين الكتاب، ما بين الروائيين، شبه القطيعة خلينا نقول ما بين الروائيين وما بين السينمائيين، لا يلتفتون إلى الأعمال التونسية بالكل، يكتبوا وحدهم ويخرجوا وحدهم ويتفرجوا وحدهم والدليل على ذلك أستاذة حياة ما نراه الآن في الأعمال الدرامية التونسية، خاصة في شهر رمضان، الأعمال تكون متواضعة جدا على مستوى الحوار والسيناريو والقصة، ما فهمناش، نبدأ نسمع عنا نتبع في الحوار، نتبع لا تجد شيء، قديش حوار فارغ، معناها قديش ما فيهش معاني، ما فيهش فلسفة، ما فيهش بعد ثقافي فلسفي حضاري، ما فيهش عمق اجتماعي، الحوار زي ما فارغ الحقيقة. إذا نتبع ونبدأ نتبع، عندي حساسية خاصة للحوار، نبدأ نتبع في الحوار فما لقاش معناها حوار وزن ثقيل هكا، معناها وفيه معاني تشدك، معاني إنسانية، معناها تمثل الكيان الإنساني من الداخل من جوا. الحوارات في أغلبها ضعيفة الحقيقة. نعم، إلى جانب الأعمال الروائية أستاذة حياة الرئيس، هناك دراسات بحثية قمت بها تنافسين فيها كبار المفكرات على غرار نوال السعداوي، مثال كتاب المرأة والحرية والإبداع، جسد المرأة من سلطة الإنس إلى سلطة الجن، أعمال مهمة جدا تحاول البحث في وجود المرأة في هذا المجتمع العربي الشرقي. حقيقة أنا كانت دائما قضية المرأة تشغلني، يعني من شواغلي الفكرية قضية المرأة، وليست قضية المرأة بمفردها كفرد، ولكن أنزلها هي قضية مجتمع ككل، ليست المرأة فقط، قضية مجتمع وقضية سياسية بالأساس، لأنها تتعلق بالحريات والديمقراطيات إلى غير ذلك، وهي قضية اقتصادية لأنها تتعلق بعدالة توزيع الثروات بين مختلف أفراد المجتمع، مش الفلاحات اللي خلصوهم معناها مبلغ زهيد في الأعمال الحقل ويضحكوا عليهم معناها بزسور دي ويتعرضنا إلى مخاطر رهيبة جدا، كل معناها المخاطر اللي تتكرر واللي معناها أمام الأعين الجميع، معناتها وذي للأسف أي كل مرة تصير كارثة ومصيبة حشيك الكل ويتكلموا عليها نهارين وبعد يغلقوا الصفحة ويدوروا الصفحة ويتلهوا في حاجة أخرى وتتكرر معناها المأساة إلى غير ذلك. فهذه قضايا تشغلني الحقيقة معناها من بداياتي، وأنا لا يحرجني أبدا أن أكون كاتبة نسوية، بمعنى من المدافعات عن حقوق المرأة وحقوق كل المضطهدين، يعني حتى الرجل المضطهد أدافع عنه. هذه مهمتي ككاتبة، لا يحرجني ذلك، وأعتقد أنه الكاتب اللي ما عندوش قضية، أي قضية سياسية ولا اجتماعية ولا ما هوش كاتب الحقيقة، اش بش يقول معناها، اش بش يعمل كلهات ترتيف الكلمات ولعبة الكلمات إلى غير ذلك. أنا تشغلني هذه القضية، أنت ترى حتى في عناوين كتبي معناها ليت هندا، المجموعة الأولانية ليت هندا، واضح جدا. نعم سيدة نعم، بعد جسد المرأة من سلطة الإنس إلى سلطة الجن، وثم سيدة الأسرار عشتار، سيدة الأسرار، نعم سيدة الأسرار عشتار، تلك التي نزلت فيها الآلهة من السماء، أنشنت الآلهة ونزلتها إلى مستوى البشر كرد اعتبار للمرأة، امرأة الراهن المهانة في ذاتها وفي جسدها، ولأقول أن المرأة راهي بداياتها وأصلها راهي سماوية إلهية، معناها تحتوي على قيمة كبيرة جدا بوصفها أم، وعشتار كانت تدعى الأم الكبرى، آلهة الخصب، آلهة القمر، آلهة الأرض، الأم الكبرى، والمرأة هي كل هذا، المرأة هي كل هذا. وصولا إلى حكايات فاطمة، حكايات فاطمة هذه معناها حكايات فاطمة من بين الحكايات، يعني طريفة في تجربتك أستاذة حياة، وخاصة موجهة للأطفال الناشئة. نعم، هذه قصة أثارت الكثير، وهي الآن مدرجة في برنامج المطالعة للابتدائي، وقد أخذوها هذه السنة يعني في شهر
جانفي أو فيفري في ذكرى، كل حال في ذكرى استشهاد محمد السلطاني. نعم. الذي معناها ذهب ضحية الإرهاب في مدرسة بالسجومي اسمها على اسم محمد السلطاني، يعني من ذلك التاريخ. كل سنة تحيي ذكراه، هذه المرة أحيته بتمثيل هذه القصة، قصة الأطفال هذه، ومثلوها أطفال. ولا كان تتصور سي فيصل أنه قديش كنت أنا سعيدة. نعم. وقت اللي استدعاني وأنا مشيت حضرت الاحتفاء هذا في المدرسة، وكل الأطفال الصغيرات معناها يمثلوا في القصة وقد أحبوها، يعني بكل إحساس، بكل تعاطف مع فاطمة. هي فاطمة معناها انقطعت على الدراسة بسبب وجودها في الريف، هي من عائلة ريفية، وتعرف أنت قديش الريف عنا معناها متخلف. نعم. وقديش ما فيهش حتى أبسط، يعني حتى نقل الأطفال التلاميذ للمدارس ما فماش معناها، فتمشي هي كيلومترات في طريق وعرة جدا، جبال وذئاب وكلاب إلى غير ذلك. فاللي صار أنه العائلة هذه تبعث ابنها للدراسة للمدرسة وتحرم البنت، لأنه خوفا عليها، وتكبلها أمها بأعمال البيت لغير ذلك، وتقولها ما تخرجش إلا ما تكمل غسيل المواعين لغير ذلك. تكملهم فاطمة بسرعة هكاية وتخرج تجري للالتحاق بأخيها اللي سبقها للمدرسة. في الطريق يعني يعترضها الذئب أو الكلب وينهشها، ومعناها تصاب يعني، و تأخذ إلى المستشفى إلى غير ذلك. تمشي ضحية وأمها في عوض معناها ما تشعر بذنب ولا حاجة، تقولها أي هذه المدرسة، هذه عواقب معناها المدرسة وطريقها الوعر إلى غير ذلك، وتقولها أنت من اليوم ما عادش باش تحط ساقك في الشارع، ولن تذهب بعدها فاطمة إلى المدرسة. أنا خليت النهاية مفتوحة للتلاميذ باش يكملوها هما، معناها شنو موقفهم، شنو رايهم، معناها باش ترجع فاطمة تكمل ولا ما تكملش، شنو موقف بوها، هما شنو موقفهم. ما تتصورش، ما عندكش فكرة على التعاطف وعلى الحلول، يعني كل واحد صار يتمنى انه يصير معلم، يطلع معلم يمشي يقري في الريف يعني، واللي يتمنى يطلع رجل أعمال ويبني مدارس في الريف يعني. أنا فوجئت الحقيقة بأحلام الأطفال وتعاطفهم مع القصة هذه ومع فاطمة، وكيفاش كل واحد يتصور مستقبله أنه باش ينقذ هذه الوضعية. فعلا يعني شيء يخلج الفؤاد ويرد الأمل إلى هذا المجتمع الذي ينخره الفساد. نعم، أنا معناها حبيت أقول لكم اللي كل عناويني تقريبا معناها من جسد المرأة إلى سيدة الأسرار إلى أنثى الريح إلى بغداد، يعني كلها مؤنثة. فمعناها هكذا ربما عرفت بتعاطفي معناها مع قضية المرأة وكل قضايا المهمشين. وأنا أكتب الآن، يعني أنا أكتب الآن بصدد الإعداد لكتاب جديد عن الأمهات العازبات، قضية كبيرة جدا، وبصدد تجميع شهادات من هؤلاء النساء، وهي معناها قضية تعتبر من المحرمات ومن المسكوت عنها، والله يستر معناها ربي يستر. نعم. انه شنو اللي باش يصير فينا بعد الكتاب هذا. اتمنى ما يصيرش اللي صار في جسد المرأة، لانه هذاك صارت قامت الدنيا وما قعدتش في مصر، ومنع الكتاب وصار يتباع بطريقة سرية إلى غير ذلك، وأدانه الأصوليون إلى غير ذلك. صار ما صار على كتاب جسد المرأة، أتمنى ما تتعاودش الحكاية هذه، ونكونوا تقدمنا معناها في الوعي، نكونوا تطورنا في الوعي، وصرنا نقبل بهؤلاء الفئات المهمشة المسكوت عنها، المحرم الحديث فيها، والله يساعدنا الكل على هذه الوضعية.
كل الشكر أستاذة حياة الرئيس، الحديث معك لا ينتهي، يبقى مفتوحا. دامت كتاباتك، دامت إبداعاتك أستاذة حياة، وشكرا لك على قبولك شكرا على على الدعوة الدعوة والحوار. ولكل المستمعين ولكل الفريق العامل معك. كل الشكر لسلوى الحشيشة، كانت في هندسة وإخراج هذه الحصة، مع تحية فيصل الجاسمي. ألتقيكم الأسبوع القادم إن شاء الله. شكرا.
ولقاء ولقاءات لقاء ولقاءات مع أهل الثقافة والإبداع. لقاء ولقاءات إعداد وتقديم فيصل الجسمي.